كل التحية والتقدير لمطرب ذا كبير. السلام عليكم افريميديون، ورجعنا لكم بفيديو جديد من سلسلة مسيرة الدولي يوسف بلادي. مثل ما شفتم في الفيديوهات السابقة انتقلنا الى دورتموند، خضنا العديد من المباريات، سجلنا العديد من الاهداف المميزة جدا، وها نحن نكمل في هذه السلسلة ريثما تنزل فيفا 23 ان شاء الله. لهذا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات وتضغطوا زر اللايك. حطونا اراءكم وتعليقاتكم في صندوق التعليقات، تجدون في التعليق المثبت رابط قناتي في النيمو، اشتركوا الان، نعمل كل يوم بثوث مباشرة. ودعوني لا اطلعكم، يلا بينا ليتس جيت ستارت يا حبيبي. كما راكم تشوفوا يوسف بالليلي احتياطي، واليوم عندنا مباراة ضد اوكسبورغ. اوكي كما راكم تشوفوا رانا رابحين 2-1 في الدقيقه 60. دخول يوسف بالليلي في هذه اللحظات تاع التقييم 6.5، نفذ تدخلين ناجحين وشتت الكره مرتين. طول ايرليغ هالاند يسجل الهدف الثالث. بعيدة من يوسف بلايلي. بلايلي يا حسرة، بلايلي ضعيف في السرعة كما كنتم تشوفوا. شوف بلايلي يا الله. يا الله علاش باسي قدام سبقها. ونهاية المباراة، ما درنا والو في ذي البارتي، لم نعمل ولا شيء في هذه المباراة. التقييم كان جيد يا جماعة، أما المهام الأخرى كانت سيئة جدا، لم ننفذ أي مهمة. يلا تدريب يوسف بالليلي محاكاة الكل. محتلين المركز الثاني ب 15 نقطة، فارق نقطة واحدة عن بايرن ميونخ. الآن علينا الفوز في هذه المباراة يا جماعة، لأن بايرن ميونخ فاز في المباراة الأخيرة والفارق أصبح 4 نقاط كاملة. أوكي هذه هي تشكيلة بوروسيا دورتموند وهذه هي تشكيلة ماينز. يلا ليتس جو يا حبيبي. مشاهدي الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مباراة اليوم. في الجولة الثامنة من الدور الألماني البوندسليغا بين بوروسيا دورتموند وماينز. مهام المباراة، تقييم 8.5 ومعدل عرضية الناجح 40% وأكمل 7 تمريرات. يلا بسم الله بداية المباراة. من الأول ونهاية الشوط الأول. الشوط الثاني سيبدا والتعادل سيد الموقف. حتى الإمكانية هنا أرضية في منتصف. ياي جماعة، دقيقة 70 ولا أي محاولة خطيرة في المباراة. تخيلوا هاني مرر بالليلي. نهاية المباراة ولا أي محاولة ولا أي مهمة تم تنفيذها. أوكي دوري الأبطال يا جماعة الخير، محتلين المركز الثاني ب3 نقاط، متخلفين بنقطة واحدة عن سبورتينغ لشبونة. فيما يخص البوندسليغا محتلين المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونخ صاحب المركز الأول. اليوم عندنا مباراة ضد بيشكتاش، غزال أساسي من جهة بيشكتاش وبالليلي أساسي من جهة بوروسيا دورتموند. مشاهدي الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مباراة اليوم بين بيشكتاش التركي وبوروسيا دورتموند الألماني. أوكي هذه مهام المواجهة ليوسف بالليلي، 8.5 التقييم، استحواذ الفريق لا يقل عن 65% وتحقيق معدل نجاح المراوغات لا يقل عن 35%. متابعينا مشاهدينا في كل مكان، نقاط مهمة جدا بدون شك، لأن دور المجموعات هو مفتاح كل بطولة، وفي خبرة خاصة لتجاوز هذا الدور وتجميع أكبر قدر من النقاط بالشكل اللي يضمن. يوزا جول!
جول يوسف يمر التمريرة السحرية ويسجلها من ماركو رويس. يسجل هذاري الحمد لله. الحارس حارس جيد. يلا يا يوسف ثقيل. احاول اني ندرب على السرعه يا جماعه. يوسف والتسديد يا الله. راح نجرب هدف، تعرفون ماذا اقصد. كل التحية والتقدير لمطرب ذا كبير. يا الله اوه يا هالاند ما هذا؟ والتسديد انا لم اطلب الكرة يا لا ما سددتش لا اول محاولة ولكنها فاشلة. هذري جول، هذه يا عواقب المزح يا هالاند. لماذا تمزح في محاولة الشوط الاول؟ هذري والثاني. اوه الحارس خرافي. ضيع. دقيقتين تفصلنا عن سطرة النهاية. بلالي لا تنهي. يا هالاند قوية يا هالاند. نهاية المباراة، نفذنا فقط مهمة المراوغة الناجحة، أما الباقي سيء جدا. فيما يخص تشامبيونز ليج ما زلنا محتلين المركز الثاني بأربع نقاط، جيد جدا. المهم لا نغادر دوري الأبطال، إن شاء الله نتوج باللقب. لأول مرة سيكون لقب ليوسف بليلي إن شاء الله. إذا إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى الفيديو يعجبكم. أعطونا آراءكم وتعليقاتكم في صندوق التعليقات، ولا تنسوا تشتركوا في قناة النيمو. مرحبا بكم كل يوم بثوث مباشرة إن شاء الله. شكرا لمن شاهد الفيديو الأخير، شكرا لمن ضغط زر اللايك واشترك في القناة وفعل زر التنبيهات. نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.